بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم المبارك الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا قد وقفنا في الأسبوع الماضي عند هذا الحديث المبارك الذي هو من أجل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصل عظيم من أصول التربية والتعليم والفقه والفهم والأدب والأخلاق والمروءة والنبل. وقد أورده البخاري رحمه الله تحت هذا الباب أو هذه الترجمة التي هي من ضمن أبواب أدب الكبير، أي ما يتعلق بالآداب المتعلقة بالكبار من الإجلال والتقدير والاحترام وغير ذلك من الآداب التي تعرضنا لكثير منها فيما مضى. فهذا الحديث المبارك جاء في ترجمة باب بعنوان باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم، وذكرنا هذه المسألة في الأسبوع الماضي، وقلنا إن الأصل أن الكبير هو الذي يتكلم وهو الذي يقدم في الكلام، إلا إذا كانت هناك مصلحة في كلام الصغير أو من هو دون الكبير، والمصالح تختلف فيقدم الصغير في هذه الحالة استثناء، لكن الأصل أن الكبير هو الذي يتكلم كما سبق في حديث القسامة الذي شرحناه في الأسبوع الماضي، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد عبد الرحمن أن يتكلم ليشرح القضية التي حصلت لأخيه المقتول، قال له النبي عليه الصلاة والسلام كبر الكبرى، يعني الكبير قدم الكبير. المقصود أننا بدأنا في هذا الحديث وبينا بعض تفاصيله وجمله وأجزائه، وذكرنا أن من ألفاظ البخاري رحمه الله في الصحيح قوله أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحاد ورقها ولا ولا ولا، ذكرنا هذه الرواية في الأسبوع الماضي وبينا معناها من كلام بعض شراح الصحيح. هل أحد يذكر؟ شوف المتابعين في بعض ألفاظ البخاري في الصحيح قال لا يتحات ورقها ولا ولا ولا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الشراح شرح هذه اللاءات الثلاث المشهورة، في لاءات ثلاثة مشهورة في هذا العصر، هناك لاءات ثلاثة أشهر منها وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام. أحد يفيدنا؟ طيب، اللاء الأولى في قوله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يتحات ورقها معروف، يعني لا يسقط ورقها، ولا يعني لا ينقطع خيرها وثمرها، هذه اللاء الأولى. اللاء الثانية لا ينعدم فيئها، لا ينعدم فيئها. واللاء الثالثة وهي لا يسقط ورقها، ولا لا يسقط ورقها. فهذه اللاءات الثلاث التي التمس بعض شراح الحديث معنى هذه اللاءات الثلاث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث. وإذن لا ينقطع ثمرها، هذه اللاء الأولى، ولا ينعدم فيئها، هذه اللاء الثانية، ولا يسقط ورقها، سبقت في اللاء الأولى في اللاء التي قبلها قبل الثلاث، واللاء الثالثة يعني لا يبطل نفعها، فهي كثيرة النفع متعددة الخير والفائدة. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه فوقع في نفسي أنها النخلة. هذا يسميه أهل العلم إلهام من الله عز وجل،
فالله سبحانه وتعالى قد يلهم بعض عباده بالعلم ويقذف ذلك في قلبه، وهو الفهم الذي يختص الله تعالى به من شاء من عباده من أهل العلم وأهل الترقي في العبادة والزهد والإخلاص وصفاء القلوب وطهارة النفوس. فهؤلاء يختصهم الله سبحانه وتعالى بمزيد عناية ومزيد فضل، فيلهمهم الصواب ويرشدهم إلى الحق، خاصة إذا كان هناك اختلاف في مسألة. وهذا من الدعاء المشهور الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به: واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وكما كان عمر رضي الله تعالى عنه يوصف بأنه محدث ملهم، محدث ملهم، إن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر. وقد اختصه الله عز وجل بمزيد فهم وإدراك وعميق علم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن كان الصحابة كلهم علماء وفقهاء، واختصهم الله عز وجل بمزيد الفضل والعناية. ومن الصحابة من كان مشتغلا بدنياه ومشتغلا بمعاشه ولم يتفرغ للعلم، مثل أبي بكر، مثل عمر رضي الله تعالى عنه، عثمان وعلي. فهؤلاء هم فقهاء، كبار فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وغيرهم كثير. لكن عمر رضي الله عنه اختصه الله عز وجل بمزيد فهم وعميق علم رضي الله تعالى عنه، فقد وافق ربه في مسائل كثيرة، عدها بعض أهل العلم 15 مسألة حصلت فيها موافقة من عمر لله سبحانه وتعالى في الحكم في الأحكام، مثل مقام إبراهيم، مثل أسرى في بدر، مثل الحجاب، آيات الحجاب، وغير ذلك من المسائل التي ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه وافق فيها ربه. وكان عمر رضي الله عنه لا يقول للشيء أظنه كذا إلا كان كما قال وكما ظن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما ذكر ابن مسعود: إن لنظن أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا الفهم وهذا الإلهام هو فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده. فقد تجد الرجلين في مستوى واحد مثلا في الدراسة، لكن بينهما من الفهم والإدراك والإلهام وعمق العلم كما بين السماء والأرض. وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أسلم في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس لم يناهز الحلم، ولكنه رضي الله تعالى عنه فتح الله عليه في العلم ما لم يفتح على غيره، وآتاه الله من الفهم والإدراك والعلم ما لم يعطه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. حتى قال ابن مسعود: لو أدرك أسناننا، يعني كان في مثل أعمارنا لما أسلمنا، ما عشره منا أحد، يعني ما بلغ مبلغه منا أحد. ولا ريب أيها الإخوة أن ابن عباس رضي الله عنهما إلى مع ما أعطاه الله عز وجل من الذكاء والعقل والفهم وقوة الإدراك والاستنباط وغير ذلك، إلا أنه أدركته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فبارك الله له في علمه وفهمه ونفع به، حيث دعا له بالدعاء المشهور: اللهم علمه التأويل، وفي رواية: اللهم فقهه في الدين. فاستجاب الله له هذه الدعوة، فصار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العلم والفهم والإدراك، حتى قيل له إنه حبر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشواهد والأمثلة على هذا الأمر كثيرة، إنما المقصود أن التنبيه على أن قول ابن عمر رضي الله عنه فوقع في نفسي أنها النخلة، هذا مما يسميه العلماء من الإلهام والفهم الذي يختص الله تعالى به من شاء من عباده، وهو فضل من الله سبحانه وتعالى. ينبغي لطالب العلم وللمجتهد أن يسأل الله دائما أن يفهمه وأن يعلمه، كما كان ابن تيمية رحمه الله يدعو الله تعالى كثيرا بهذا الدعاء: اللهم
يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فكان دائما يدعو بهذا الدعاء. وأنتم تعلمون أن داود عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، لكن ابنه سليمان فضله وبزه في الفهم، وكلاهما نبي ومكرم وله الفضل وله المنزلة، لكن الله عز وجل كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل سليمان بالفهم ففهمناها سليمان في حادثة الغنم التي نفشت في غنم القوم كما هو معلوم، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. وكما تعلمون القصة المشهورة التي رواها البخاري في الصحيح وغيره، أن امرأتين جاءتا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام تشتكيان في ولد ابن في ابنيهما، وابن أحد هاتين المرأتين أكله الذئب، فقالت الأخرى إن هذا الذي بقي، قالت هذا ابني، والأم التي هو ابنها في الحقيقة تقول هذا ابني. فتقدم إلى سليمان عليه الصلاة والسلام بالشكوى، فسليمان عليه الصلاة والسلام من دقة فهمه وعمق استنباطه عليه الصلاة والسلام وما أتاه الله من الذكاء والفهم لم يناقش المرأتين، قال مباشرة ائتوني بالسكين لأذبح هذا الغلام وأقسمه قسمين وكل واحدة تأخذ قسم. فهنا صاحت الأم الحقيقية الأصلية، قالت لا يا نبي الله، هو ابنها. وسكتت الكبرى الأخرى، سكتت لأنها تريد أيضا أن يذبح ويموت كما مات ابنها، لكن الصغرى هو ابنها على الحقيقة لا تريد أن يقتل أو يذبح، فتنازلت عن أن تأخذه لكي يبقى حيا. فهنا سليمان عليه السلام عرف، وعرف الناس كلهم أن هذا الابن هو للصغرى، فحكم لها بهذا الابن. فهذا فهم دقيق وقدرة وذكاء واستنباط عجيب، وهو من الفهم الذي يختصه الله تعالى من يشاء من عباده. فالمقصود إذن أن قول ابن عمر هنا فوقع في نفسي أنها النخلة هو من هذا الباب، خاصة وأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث عند أبي عوانة في مستخرج أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجمار، الجمار هو قلب النخلة وهو يؤكل، أتي بجمار فوضع بين يديه ثم سأل هذا السؤال، أخبروني بشجرة مثلها كمثل المسلم. فابن عمر رضي الله عنه من ذكائه وفهمه ربط بين الأمرين، ربط بين المجيء بجمار وهو قلب النخلة وبين سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، فاستنبط من هذه القرائن وهذه الأحوال أن المقصود بذلك هو النخلة. وهذا فهم يؤتيه الله من يشاء من عباده، فاسألوا الله أن يرزقكم الفهم والفقه، فإن الناس يتفاضلون بالفهم ويتفاضلون بالمعرفة ويتفاضلون بالإدراك والإلهام من الله عز وجل، ويعني الحفظ يتفاضلون فيه، لكن الحفظ قد يستطيعه كثير من الناس، لكن الفهم والغوص في المعاني والاستنباط والإدراك هذا لا يؤتيه الله إلا من يشاء من عباده المخلصين الصادقين. وابن عمر رضي الله تعالى عنه من كبار فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان عالما كبيرا فقيها، وكان حريا بالخلافة كما قال الذهبي رحمه الله، وإن كان قد أخذ عليه رضي الله عنه بعض المسائل التي بالغ فيها في تحريه وتشدده رضي الله تعالى عنه، مثل أنه كان يدخل الماء في الوضوء إلى باطن عينيه رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يتحرى إذا سافر في طريق، يتحرى الطريق الذي مشى منه النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يتحرى خطوات النبي عليه الصلاة والسلام التي وضعها في الأرض فيمشي فوقها، ويتحرى الأماكن التي نزلها النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق في السفر فينزلها،
وإن كانت ليست له حاجة في النزول، لكن ينزل في هذه الأماكن اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هذه الأمور ليست هي مجال اقتداء، إنما هي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام من باب الجبلة والطبيعة، لكن هذا من تحري ابن عمر البالغ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه بعض الأمور التي أخذت على ابن عمر، وإن كان هو يعد من أكابر فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأكابر رواة الحديث رضي الله تعالى عنه. قال: فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر. وهذا من الأدب الرفيع الذي تحلى به ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع صغر سنه، وهو من الفهم الذي أعطاه الله إياه والأخلاق العالية التي كان عليها ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فلم يتكلم لوجود أبي بكر وعمر حياء منهما وإجلالا واحتراما، وخشية أن يقال إن أبا بكر وعمر لم يعرف الجواب وعرفوا هذا الصبي، فلذلك ترك الجواب وسكت. وهذا من الأدب الذي يجب أن نتعلمه الإخوة مع كبارنا مع أكابرنا، أن نحترمهم ونقدرهم ولا نتصرف تصرفا يحرجهم أو يوقعهم في إحراج أو في حرج، فإن هذا لا ينبغي ولا يصلح من الطالب من طالب العلم أو من الصغير أن يفعل هذه الأمور ليحرج الكبار، وخاصة من أهل العلم والفقه والمنزلة والوجاهة والمكانة، لا ينبغي أن تفعل مثل هذه الأمور، ولا ينبغي أبدا أن تتحدث بين يدي الكبار من أهل العلم والفقه والمنزلة والمكانة إلا إذا كانت هناك مصلحة راجعة للحديث أو أذن لك في الحديث وطلب منك أن تتحدث، فهنا لا بأس. لكن أما تكون ثرثارا بين يدي أهل العلم والفقه والمنزلة والمكانة وتتحدث في كل شيء وتسابقهم الحديث وتنازعهم الكلام، فإن هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب مع العلماء والفقهاء وكبار السن وكبار المنزلة والمكانة. لا ينبغي أن تتأدب بأدب ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. قال: فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. هنا عمر رضي الله عنه تحسر وندم أو تحسف ألا يكون ابنه تحدث بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب هذا أجاب على السؤال، لأن ذلك مما يرفعه منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما بين له ابن عمر السبب والعلة التي من أجلها ترك الحديث عذره في ذلك وشكره. وهذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه حينما سكت ولم يتكلم، بعض الشراح جعله من باب الإيثار بالقرب، وقال إن هذا ليس من مشروع، ليس بمشروع أن يؤثر الإنسان غيره بالقرب بما يقربه إلى الله من أمور الآخرة وأمور العبادات وغير ذلك. وكما تعلمون أيها الإخوة أن الإيثار مشروع في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فلا يشرع الإيثار أبدا، ولا تقدم على نفسك أحدا بل سابق غيرك، كما قال الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: فاستبقوا الخيرات. فأمور الآخرة وأمور العبادات والقرب لا تؤثر أحدا على نفسك أبدا، ولا تجعل أحدا يتقدم عليك، بل سابق إلى الله، ولا تجعل أحدا يسبقك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المشروع، وهذه النصوص عندكم واضحة. لكن أما أمور الدنيا وما يتعلق بالحياة الدنيا من زخارف ومناصب ووظائف ولذات ومتع وغير ذلك، فلا تسابق الناس فيها، لا تسابق الناس فيها، بل خذ نصيبك من الدنيا بكل هدوء، كما قال الله عز وجل: فامشوا
كما قال الله عز وجل هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ما قال أسرعوا وسابقوا وتنافسوا، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكما قال الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني خذ الدنيا على مهل، خذ الدنيا على هدوء وسكينة وطمأنينة بدون منافسة بدون سباق بدون أن يكون بينك وبين أحد من الناس حسد أو بغضاء أو حقد أو غير ذلك. خذ نصيبك من الدنيا، ما كتبه الله لك وما رزقك الله منه من هذه الدنيا، لكن لا تسابق ولا تنافس ولا يكون بينك وبين أحد من الناس مسابقة من أجل لعاعة الدنيا، من أجل لعاعة الدنيا. والواقع أن كثير من الناس على خلاف ذلك، الكثير من الناس الله هدانا الله وإياهم على خلاف ذلك، نجدهم في أمور الدنيا وزخارفها ولذاتها ومتعها من أسرع الناس إليها، ويسابقون غيرهم وينافسون غيرهم، ويحصل بينهم وبين غيرهم من الأمراض والآفات من الحسد والبغضاء والخصومة والتنازع ما الله به عليم. لكن عند أمور الآخرة من أزهد الناس، من أزهد الناس ومن أشد الناس فتورا وخمولا وكسلا، وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد. انظر إلى صفوف الناس في المساجد مثلا كمثال واحد، انظر إليها تجدهم، تجد صفوف الناس في المساجد من أقل ما يكون، لكن انظر إلى الناس في أمور أخرى من أمور الدنيا، من أمور الدنيا من لذاتها ولهوها ولعبها وغير ذلك، تجدهم كثرة كاثرة. فنسأل الله أن يهدينا وإياهم والمسلمين جميعا، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يرحمنا برحمته إنه على كل شيء قدير. فأمور الدنيا أيها الإخوة، أمور الدنيا تؤخذ بالهدوء وتؤخذ بالسكينة وعدم الاستعجال، وأما أمور الآخرة فلا بد أن يسابق الإنسان غيره وينافس غيره. كما لما جاء موسى عليه السلام لميعاد ربه الذي وعده إياه، وكان قد استعجل عجل إلى ربه سبحانه وتعالى، فعاتبه الله عز وجل في هذه العجلة، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، يعني لماذا لم تأتي أنت وقومك إلى الميعاد الذي ضربه الله لكم، أنت جئت قبل قومك. قال بماذا أجاب موسى عليه السلام، وقد رضي الله تعالى منه هذا الجواب، رضي الله تعالى منه هذا الجواب، قال وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك ربي لترضى. فرضي الله تعالى عنه بهذا الجواب لأن فيه عجلة إلى مرضاة الله، وفيه مسارعة إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب أن يكون المؤمن، هكذا يجب أن يكون المؤمن دائما يسارع إلى مرضاة الله وإلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وينبغي لكل واحد منا أن يكون هذا، أن تكون هذه الآية شعاره ودثاره، يكتبها في قلبه وينسخها في قلبه فلا تزول، وعجلت إليك ربي لترضى. يجب على كل مسلم أن يعجل في رضا الله سبحانه وتعالى ويسارع لمرضاة الله عز وجل، ولا يسوف ولا يؤخر ولا يماطل، فإن الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، والآفات كثيرة، والعوارض متعددة متنوعة، فسابق في رضا الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته، واستعجل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى من أمور الآخرة وأمور القرب. وتؤدى في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا اتجاه لبعض شراح الحديث في تحليل موقف ابن عمر لماذا ترك الجواب، لماذا ترك الجواب، قالوا هو آثر غيره، وهذا ليس بمشروع، الإيثار بالقرب ليس بمشروع. هناك من شراح الحديث قال إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ترك الجواب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو قربة، الجواب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قربة من القرى، تركها من أجل قربة أخرى. وما هي هذه القربة؟ قالوا هي الحياء والإجلال والإكبار والأدب مع الكبار القوم من العلماء والفقهاء وغيرهم، فهذه قربة
ترك ابن عمر هذه قربة الجواب من أجل أن يدرك قربة أخرى وهي الحياء والاستحياء من أهل العلم وتقديم الكبار في الحديث وفي الجواب عن المسائل، وكلا الأمرين قريبان والله تعالى أعلم. وهذا يعد يعني أدبا رفيعا من ابن عمر كما ذكرنا قبل قليل، وهو أنه ترك الحديث بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وبين يدي كبار الفقهاء من الصحابة من أجل ألا يحرجهم ومن أجل ألا يقال إن الجواب عرفه صبي ولم يعرفه كبار الفقهاء من الصحابة مثل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. هذا أدب يعني ينبغي نتأدب به مع علمائنا ومع فقهائنا ومع كبارنا من كبار السن وكبار المنزلة والوجهاء وغير ذلك، أن نحترمهم ونقدرهم وننزلهم منازلهم، وألا يكون الواحد منا متفيهقا مبادرا إلى الكلام مسارعا ثرثارا بين يدي العلماء والفقهاء، بل ينبغي له أن يسكت في حضرتهم حتى يستفيد منهم ويسألهم ليأخذ منهم الفائدة والعلم ويعرف ما لا يعرفه. فإن العلماء رحمة الله تعالى على من ذهب وتوفي ووفق وأعان من بقي، اختصهم الله عز وجل بمزيد علم وفهم وفقه، فينبغي لطالب العلم وصغير السن أن يغتنم وجود العالم ليستمع منه، لا أن يعرض كما يقال يعرض نفسه بين يديه ويكون هو المتحدث بين يدي العالم، وهذا لا ينبغي أن يكون. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، حديث ابن عمر في قضية النخلة والسؤال حديث من أجل الأحاديث، فإن فيه فوائد كثيرة جدا، وهو أصل من أصول التربية والتعليم، وهو يدل على عظمة منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تربية الناس وتعليمهم وتفقيههم. منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم والتربية منهج عظيم، منهج متكامل، منهج شامل لكل ما ينفع ويفيد طلاب العلم وينفع الناس في كل زمان ومكان. وينبغي أن ينطلق المسلمون جميعا في التعليم والتربية من منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يجب أن يكون منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التربية والتعليم هو الأساس وهو الأصل الذي ينطلق منه المسلمون في مناهجهم في تعليم الناس وتربيتهم، لأنه لا خير من منهج، لا خير أعظم وأفضل ولا منهج أفضل وأكرم وأعظم من منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم والتربية له منهج فريد، كان يستخدم كثيرا من الوسائل التي توصل العلم بأسرع طريق، يستخدم أسلوب الأسئلة كما هو معنا في هذا الحديث وإلقاء المسائل، والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ هذا حديث صحيح، هذا من باب إلقاء المسائل لإثارة الانتباه وتحريك النشاط والعقل وغير ذلك. كان يستخدم عليه الصلاة والسلام أيضا ضرب المثال، يضرب أمثلة لإيصال العلم والفائدة، كان يستخدم منهج التربية بالقدوة، وهذا من أعظم الوسائل التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال العلم. كان يستخدم أيضا أسلوب الوصية، أوصيكم بكذا، وكان يستخدم أسلوب الموعظة، وكان يعظهم عليه الصلاة والسلام كل خميس كما تعلمون، يتحراهم بالموعظة فيعظهم في كل خميس كما ثبت عن ابن مسعود وغيره. أيضا كان يستخدم أسلوب إبداء النقد والملاحظة، فكان يبدي أحيانا بعض النقد وبعض الملاحظات على بعض أصحابه وبعض الأخطاء التي يجدها من باب إيصال العلم وإصلاح الخطأ. كان أيضا عليه الصلاة والسلام يستخدم أسلوب المدح، أحيانا يمدح بعض صحابته بما تخصصوا فيه، وهذه قضية مهمة، هي أن الإنسان إذا برز في شيء واجتهد وجد في أمر وصار مشهورا به معروفا به متخصصا فيه
فلا ينبغي لمن كان دونه أن يقف عثرة في طريقه، ولا ينبغي لمن كان دونه أن يقف ضده وأن يحاول أن يسقطه. هذا ليس من أدب وليس من أخلاق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمدح ويثني على بعض أصحابه بما تميزوا به، كما ورد في الحديث: أشد الناس حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقراهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأشدهم في دين الله عمر. ويعني هذه تخصصات لبعض صحابته، تخصصات لبعض صحابته تخصصوا فيها، كما مدح وأثنى على خالد بن الوليد أنه سيف من سيوف الله، وكان دائما منذ أن أسلم خالد رضي الله عنه وأسلم عمر بن العاص لم يعدل بهما أحد في حروبه وبعوثه وسراياه ومغازيه عليه الصلاة والسلام، لأن خالد ابن الوليد عقلية عسكرية جبارة ولا يوجد مثلها رضي الله تعالى عنه. وعمر بن العاص من دهات العرب، من أعظم وأكبر دهات العرب، ولهم مواقف كثيرة مشهودة. فالمقصود من هذا أن هذا أسلوب من أساليب التربية، أساليب تربية النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد التي نستفيد من حديث ابن عمر هذا رضي الله تعالى عنه تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلم بالنخلة، وذكرنا هذا في الأسبوع الماضي، ولماذا يعني كانت النخلة هي أقرب النباتات التي تشبه المسلم، ذكرنا هذا في تفاصيل كثيرة. أيضا من الأمور التي نستفيد منها استحباب حضور الأطفال وصغار السن في مجالس الكبار ومجالس العلماء والفقهاء، إذا يعني لم تحدث هناك مفسدة، إذا لم يكن من وجودهم مفسدة، أما إذا لم يكن ذلك فهذا أمر مشروع وأمر مستحب، أن يحضر المسلم طفله أو صغيره ليحضر مجالس العلم لما فيها من خير والفائدة والبركة والأجر، ولأن الصغير يعني يسمع الكلام ويتدرب على ما الكلام وتبدأ مداركه تتوسع ويتفتق ذهنه، وهذا أمر مفيد للأطفال والصغار، وكان هذا منهج السلف رحمة الله عليهم. وإن كنتم قد اطلعتم على شيء من المخطوطات التي خطها علماؤنا تجدون في ثنايا المخطوطات أو في آخر المخطوطات ثبت بمن حضر هذا السماع، سماع هذا الكتاب أو المخطوطة، فيذكرون من حضر ويسمونه باسمه، يكتبون أسماء من حضر من العلماء من الكبار من الأطفال والصغار الذين يحضرون المجالس العلماء. فهذا كان منهج السلف رحمة الله عليهم من القديم، أنهم يحرصون على حضور صغارهم وأطفالهم إلى مجالس العلماء ومجالس التحديث ومجالس الفقه ومجالس الكبار بشكل عام، حتى يستفيدوا وتتوسع مداركهم ويكون ذلك خيرا لهم. أيضا يعني من الفوائد ما حصل من ابن عمر رضي الله عنه حينما فهم أنها النخلة، قلنا إن من أسباب فهمه أنه رأى جمار جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنأخذ من ذلك فائدة أن المسؤول ينبغي له أن يلاحظ الأحوال التي حصل فيها السؤال والقرائن المحتفة بالسؤال، لأن هذه ممكن أنها تدله على الجواب، يمكن أن تدله على جواب هذا السؤال. فملاحظة المسؤول للأحوال والقرائن التي ألقي فيها السؤال وفي وقتها هذا أمر مفيد في الإجابة على السؤال وفي الوصول إلى الجواب. أيضا من الفوائد استحباب الحياء، وأنه أمر خلق نبوي رفيع، وكما حصل من ابن عمر رضي الله عنه حينما استحيا أن يتكلم بوجود أبي بكر وعمر وترك هذا الأمر حياء منهما. أيضا من الفوائد أن الوالد يعني يحب أن يرى نجابة ابنه وبروزه وذكاءه، ويحب أن يكون ابنه متقدما
وهذا أمر فطري مشروع لا حرج في الوالد عليه. إلى غير ذلك يلخم الفوائد الكثيرة التي تركت كثيرا منها اختصارا. فهذا الحديث من أجل ومن أعظم حديث النبي عليه الصلاة والسلام التي هي أصل من أصول التربية والتعليم والأدب والأخلاق وغير ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تسويد الأكابر. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة عن قتادة: سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوح، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب تسويد الأكابر. هذا الباب هو آخر أبواب أدب الكبير وما يتعلق بإجلال الكبير والآداب المتعلقة بكبار السن وكبار العلم والمنزلة والوجاهة. يقول: باب تسويد الأكابر، يعني جعلهم سادة ومقدمين، يعني هذا أمر مشروع أن تجعلهم سادة ومقدمين، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع الأكابر، البركة مع الأكابر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة عن قتادة، سبق التراجم هؤلاء. قتادة هو ابن دعامة السدوسي كما هو معلوم، سبق ترجمته، لكنه معروف أو مذكور من أهل التدليس. وهنا صرح بالسماع، قال: سمعت مطرفا، سمعت مطرفا. وحتى لو لم يصرح بالسماع فإن الراوي عنه هو شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، والمعروف والثابت عن شعبة رضي الله رحمه الله أنه لا يحدث عن قتادة إلا ما تأكد تماما أنه سمع، إلا ما تأكد تماما أنه سمع. لكن هنا يعني صرح قتادة بالسماع فانتفت إذن شبهة التدليس. قال: عن مطرف سمعت مطرفا، مطرف هو ابن عبد الله بن الشخير سبقت ترجمته. قال: عن حكيم ابن قيس ابن عاصم، حكيم ابن قيس ابن عاصم المنقري، المنقري البصري. يقال إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه مجهول الحال، مجهول الحال كما ذكر ذلك الذهبي وابن القطان، ولم يروي عن حكيم هذا إلا مطرف، لم يروي عن حكيم إلا مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، فهو مجهول الحال، ولم يوثقه سوى ابن حبان على عادته رحمه الله في توثيق المجاهيل. قال حكيم: أن أباه أوصى، أبوه هو قيس بن عاصم ابن سنان المنقري، قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وفد بني تميم سنة 90 من الهجرة، وأسلم رضي الله عنه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في بقية حياته عليه الصلاة والسلام، وعاش زمنا طويلا، عاش زمنا طويلا. وقيس هذا يعد من أشراف العرب ومن ساداتهم فهما وعلما ومنزلة ومكانة وشجاعة وكرما وفضلا إلى غير ذلك، فهو من أشرف من أكبر سادات العرب وأشرافهم رضي الله تعالى عنه، توفي عام 42 من الهجرة. قال قيس في وصاياه المباركة التي وصى بها أبناءه، قال عند موته ذكر لهم عدة وصايا وهي وصايا مهمة، قال في أول وصية له قال: اتقوا الله، وهذا أمر بالتقوى، وكما تعلمون يا الإخوة أن التقوى هي من أجل ما يؤمر به و
ومن أعظم ما يؤمر به الإنسان في هذه الحياة ويوصى به، بل هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعث بعثا ولا سرية ولا أحدا يستوصيه بوصية إلا ويقول يوصيه بالتقوى، يوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى. والكلام في التقوى كلام كثير وطويل، فهذه أول وصية لأبنائه، قال اتقوا الله. ثم قال: وسودوا أكبركم، يعني اجعلوا كبيركم سيدكم ومقدمكم، اجعلوا كبيركم سيدكم ومقدمكم. وكما ورد عند ابن حجر في الإصابة: واجعلوا سيدكم، اجعلوا كبيركم سيدكم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم. عند ابن حجر في الإصابة: أحيوا ذكر أبيهم، أحيوا ذكر أبيهم. وهذه من فوائد تسويد الأكابر، يعني تقديمهم وجعلهم سادة وجعلهم مقدمين، أن في ذلك إحياء لذكر الآباء وذكر الأكابر الذين ماتوا وذهبوا. هذا بعض فوائد تسويد الأكابر، بعض فوائد تسويد الأكابر وجعلهم مقدمين. وهذا التسويد الأكابر يجعلهم في مقام أبيهم، من هذا هو يوصي أبناءه، لكن هي وصية عامة للمسلمين جميعا. الأبناء إذا قدموا الكبير وجعلوه سيدا عليهم، فإن في ذلك إحياء لذكر أبيهم، وفي ذلك بيان أنه يقوم مقام أبيهم، وهذا من الأدب الرفيع الذي ينبغي أن يكون بين الأبناء، فيقدمون الكبير، يقدمون الكبير ويجلونه ويسودونه عليهم، يعني يجعلونه سيدا عليهم. قال رضي الله عنه: وإذا سودوا، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، يعني أحيوا ذكر أبيهم وقام هذا السيد مكان أو مقام أبيهم. قال: وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، يعني إذا جعلوا الصغير هو السيد وقدموا هذا الصغير عليهم، فإن في ذلك إزراء وفي ذلك احتقار لأكفائهم ونظرائهم، وفيه من المفاسد ما هو معلوم، فإن الصغير عادة لا يكون مجربا ولا يكون خبيرا بالأمور، بخلاف الكبير فإنه يكون قد جرب ودرس الأمور وعرفها في معترك هذه الحياة، وكانت لديه خبرة في مجالات كثيرة، فهو أولى بالتقديم من هذا الصغير. وعند ابن عبد البر في الاستيعاب قال: لا تسودوا صغاركم فيسفه الناس كباركم ويهونون عليهم، لا تسودوا صغاركم فيسفه الناس كباركم ويهونون عليهم. طبعا ما ذكر هنا في هذه الوصية من تقديم الأكابر وتسويد الكبير وعدم تسويد الصغير، هذا في الغالب، هذا في الغالب، لأن الغالب أن يكون الكبير أعلم وأكثر تجربة وخبرة في هذه الحياة بخلاف الصغير. لكن أحيانا يكون الصغير عنده من الفهم والخبرة والتجربة والذكاء والقدرة على إدارة الأمور ما ليس عند الكبير، أحيانا يكون هذا، فهذا استثناء. كما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ولى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما الجيش الذي عقده في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا الجيش كان فيه أكابر الصحابة مثل أبي بكر وعمر وغيرهم من أكابر الصحابة، لكن ولى عليهم أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد في ذلك الوقت لم يتجاوز 19 سنة، لم يتجاوز 19 سنة، وفي ذلك حكم عظيمة ومصالح كبيرة من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد. وكما تعلمون أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يأتي يوم القيامة وهو مقدم العلماء، يسبق العلماء برتوة، مقدم العلماء،
لما توفي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان عمره 36 سنة، كان عمره 36 سنة، توفي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنين. يعني لما قال النبي هذا الكلام كم كان عمر معاذ بن جبل؟ في العشرينات تقريبا، إن لم يصل إلى 30، أقل من ذلك. فسوده النبي عليه الصلاة والسلام وقدمه وهو ما زال صغيرا السن لما آتاه الله من العلم والفهم، الفهم والفقه كما معلوم، وكما ذكرنا قبل قليل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أول درس ألقاه ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كان وعمره 22 سنة، كان عمره 22 سنة، هذا أول درس ألقاه بعد وفاة أبيه رحمه الله. وحضر هذا الدرس كبار القوم من العلماء والقضاة وأرباب العلم من المذاهب المختلفة، وحضر هذا الدرس أحد القضاة الكبار، وكان يكتب الفوائد التي استفادها من هذا الدرس من ابن تيمية رحمه الله، وهو ما زال في ريعان شبابه ومقدم حياته في 22 سنة، ومع ذلك ألقى هذا الدرس بكل ثبات وشجاعة وطمأنينة، وفتح الله تعالى عليه، فكان درسا هائلا كما قال ابن كثير رحمه الله. هذه الوصية الأولى، سودوا أكابركم ولا تسودوا أصاغركم. الوصية الثانية قال: وعليكم بالمال واصطناعه، يعني إلزموا مصالحكم التي تنفعكم، ومنها رعايتكم لأموالكم، فإن حفظ المال أيها الإخوة من الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة، وهو من الضرورات ومقاصد الشريعة أن يحفظ الإنسان ماله ويرعى ماله ولا يعرضه للجوائح ولا يعرضه للضياع والتفريط، فإن حفظ المال من الأمور المهمة والواجبة على كل مسلم حتى يستغني به عن الناس ولا يتمندل به أحد ولا يقع في السؤال والمذلة وإراقة ماء الوجه. جاءت الشريعة بضرورة حفظ المال، وأن يرعى الإنسان ماله وأن ينميه وأن يحفظ ماله، فإن هذا من الأمور الواجبة. وقد ذكر ذلك هنا قيس حيث قال: وعليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم، يعني ينبه غيره، ينبه الناس إلى هذا الكريم ويعلي شأنه ويعلي شرفه ونباهته، فإنه أمر من الأمور التي يرتفع بها الكريم لكرمه ولبذله ماله ولحفظه ماله، فإن ذلك من الأمور المهمة للكريم. فكما أنه منبه للكريم يعني تشريف للكريم ورفعة له، هو أيضا يستغني به عن اللئيم، يستغني بمالك عن لؤم اللؤماء وإذلال اللؤماء لك وإراقة ما يوجهك عند الناس بالسؤال ومد اليد. وكما تعلمون أن اليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد السائلة التي تمد يدها لتسأل الناس وتطلب منهم أموالهم، فإن هذا لا ينبغي بل لا يجوز للمسلم الذي يستطيع أن يتكسب، لا يجوز له أبدا أن يسأل غيره، لا تحل المسألة لذي مرة يعني قوة. والإنسان إذا عود نفسه على السؤال فإنه يأتي يوم القيامة وفي وجهه كدوح أو كدوح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك من آثار السؤال، يتعرض لمسألة الناس فيريق ماء وجهه ويتعرض للمذلة، وهذا لا ينبغي، ولا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه، لا ينبغي المؤمن أن يذلنا. هذه الوصية الثانية أو الوصية الثالثة، أن يحفظ الإنسان ماله ويصطنع لهذا المال، يتكسب من وجوه المشروعة، وهذا أمر أمر الله تعالى به، وجعل المال وعصب الحياة كما تعلمون، وجعله قوام الحياة، جعله قوام الحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وفي القراءة الأخرى قواما، تقوم به حياتكم ويقوم به شأنكم.
هذه الوصية الثالثة من قيس لأبنائه أن يحفظوا أموالهم ويرعوها حتى لا يتعرضوا للسؤال ومذلة السؤال. الوصية الثالثة قال رضي الله تعالى عنه: وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل. هذا تابع الوصية الثالثة. قال: وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النياحة أيها الإخوة من كبائر الذنوب، النياحة من كبائر الذنوب ومن أمر الجاهلية. ففي الجاهلية كانوا إذا مات لهم ميت يستأجرون النائحة، المرأة النائحة، النساء مشهورات ومعروفات بالنياحة يستأجرونهم فيقمن في العزاء ويبدأن في الصياح والعويل والصراخ ويشقون الجيوب والثياب ويلطمون الخدود ويقولون وسنداه وجبلاه وعضيداه ويبدأون في ذكر محاسن الميت ويعددون هذه المحاسن. وهذا أمر يعني أمر شنيع وأمر فيه من المفاسد الكثيرة ما الله تعالى به عليم. لذلك جاءت الشريعة بتحريم هذا الأمر تماما ومنع هذا الباب وسده. وعمر رضي الله تعالى عنه مرة كان يمشي فسمع نائحة في بيت من البيوت فدخل رضي الله تعالى وهو أمير المؤمنين، دخل هذا البيت وضرب هذه النائحة، ضربها بدرته رضي الله تعالى عنه. المقصود أن هذا أمر شنيع وأمر محرم، ولا يجوز أبدا أن تقام النوائح على ميت وأن تنوح عليه النساء. يعني الله شرع سبحانه وتعالى البكاء وأجاز هذا الأمر، وبكى النبي عليه الصلاة والسلام لوفاة ولده وبعض صحابته وذرفت عيناه، لكن لم يصحب ذلك صياح وصراخ وعويل وشق الجيوب ولطم الخدود وغير ذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا أمر أيها الإخوة ما زال في الناس إلى اليوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من الأمور الجاهلية لم تزل في أمتي، ما تزال في أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وذكر منها النياحة، ذكر منها النياحة والطعن في الأنساب وإلى آخره. فالنياحة ما زالت وما تزال في الأمة إلى هذا اليوم، بل بعضهم هداهم الله يبتدع في ذلك بدع، مثل ما يقال من ذكر الميت فيجعلونها أسبوعية مثلا أو شهرية أو أربعينية. إذا مر 40 يوم على الميت أحيوا حفلة لذكرى الميت ويقرؤون فيها قرآن وتكون فيها نياحة وغير ذلك، وبعضهم يجعلها سنوية. هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبعض الناس مثل الرافضة قبحهم الله ينوحون في يوم مقتل الحسين كما تعلمون نياحة قبيحة وصياح وصراخ وعويل، بل يصل البعض من الحال بعضهم إلى أن يضرب ظهره ووجهه ويستسيل الدماء من ظهورهم ووجوههم، نسأل الله العافية والسلام وأن يهديهم ويصلح أحوالهم. هذا من الأمور المنكرة والبدع المحرمة والقبائح التي ما أنزل الله تعالى بها سلطان، لا نياحة في يوم مقتل حسين ولا غيره. هذا أمر غير مشروع ومن البدع والمحرمات التي ما أنزل الله تعالى بها سلطان، بل هذا من تشويه صورة الإسلام والمسلمين. وكم من الناس أراد أن يسلم فلما يرى هذه المناظر القبيحة من الضرب والصياح والصراخ واللطم وغير ذلك يترك الإسلام ولا يسلم، يقول إذا كان هذا هو الإسلام ما نريد الإسلام، مع أن هذا ليس من الإسلام في شيء. هذا من البدع المنكرة التي استحدثها أولئك القوم، نسأل الله أن يهديهم ويصلح أحوالهم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. اسمعوا، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. رنة عند مصيبة يعني النياحة، مزمار عند نعمة ما يفعله بعض الناس هداهم الله من الموسيقى والأغاني في المناسبات والأفراح وغير ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز. هذا صوتان ملعونان لعنهم الله في هذه الأوقات. مزمار عند نعمة يعني ينعم الله عليك بنعمة من فرح
وزواج وغير ذلك من المناسبات التي من نعم الله عليك، ثم تأتي فيها بما يغضب الله عز وجل من صوت الشيطان وقرآن الشيطان من الغناء والموسيقى التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة. نائحة معروف، المرنة هي التي تقوم تغني في المناسبات والأفراح، لا تصلي عليها الملائكة، نسأل الله العافية والسلامة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره قال: لم أنهى عن البكاء، يعني عند المصيبة الله ما نهاني عن البكاء فإن هذه رحمة، قال: وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. شوف كيف إيش الوصفة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها هذين الصوتين، قال: صوتين أحمقين فاجرين، نسأل الله العافية. صوت عند نعمة مزمار، عند نغمة مزمار شيطان، صوت عند نغمة مزمار شيطان، ولعب وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، وإنما هذه رحمة، يعني البكاء رحمة، لكن هذين الصوتين ملعونان لعنهم الله سبحانه وتعالى. هذه الوصية الخامسة: وإذا مت فلا تنوح، وإذا مت فلا تنوح فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر ابن وائل، فإني كنت غافلا في الجاهلية. يعني هذه وصية خاصة به رضي الله عنه، يقول: إذا مت فادفنوني في مكان لا يستطيع أن يصلني فيه قبيلة بكر ابن وائل. وقبيلة بكر ابن وائل إحدى قبائل العرب المشهورة وإحدى جماجم العرب الكبرى، وكما تعلمون أن العرب، أن جماجم العرب الكبرى كما وصفها العلماء تسعة، في عدنان هناك في مضر أربعة جماجم، وهي كنانة وتميم وهوازن وغطفان، وهناك في ربيعة جمجمتان وهي بكر بن وائل وعبد القيس، وهناك في كهلان من قحطان جمجمتان أيضا مذحج والأزد، وهناك في حمير جمجمة واحدة وهي قضاعة. المقصود بالجمجمة جماجم العرب هي التي اشتهرت بالشجاعة والجرأة والقتال والشرف والكرم، وتفرعت منها بطون كثيرة، تفرعت منها بطون وفخوذ كثيرة، هذا المقصود بجماجم العرب، ومنها بكر ابن وائل، فإنه قد كان بين قيس هذا رضي الله عنه وبكر ابن وائل بعض الأمور التي حصلت بينهم في الجاهلية، فكان يخشى على نفسه أن تدل عليه بكر ابن وائل إذا قبر ودفن، فطلب منهم من أبنائه أن يدفنوه في مكان بعيد عن بكر ابن وائل. هذا هو آخر أبواب أدب الكبار وما يتعلق بأخلاقهم وأدابهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم والإخلاص، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.